وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. من مسرح الإذاعة المغربية فرقة التمثيل تقدم اللهم اجعلني مستأنسا بالوحدة عن جلساء السوء، واجعلني تقيا ولمغفرتك ساعيا وبعطائك راضيا. جارات أبي موسى. جارات أبي موسى مسلسل الإنساني في حلقات عن قصة الأديب الأستاذ أحمد توفيق، اقتباس وحوار محمد أحمد البصري، إخراج الهشم بن عمر. الحلقة السادسة. كل الذين توصلوا بهداياكم يا مولانا القاضي وبإكرامياتكم يشكرون لكم هذا الفضل ويدعون لكم بالعمر المديد ودوام السعادة والمسرات. والله لو كنت أعلم أن زيارة هاته سوف تتوج بزفاف ميمون غمر القلب باشة وحبورة لكنت أحضرت معي أضعاف ذلك. قل لهم لقد أديت دينا بسيطا مما على كاهلي نحوه، واصلوا أنتم طربكم أيها الحداة وأهل الآلة. أسمعت ما قال مولانا القاضي؟ أرثي لحالي فقد بلغ 70 أو أكثر. السلطة والمال جعلاه يتصابى دون أن يشعر، إنه التبجح والتعالي. ربما عاش طفولته محروما بئيسا وعرف في أيامه الأولى الفاقة والاحتياج، وما نراه الآن سوى انتفاضة كبت دفين. الحق أقول، شامة فاتنة. إنها تعبث بأوتار القلوب كما يعبث صاحبنا المطرب هناك بأوتار عوده. أخزاك الله، أخزاك الله، تشبيه معتبر. أنا أيضا كدت أفقد توازني عندما أبصرتها لأول مرة، أحسست بخفقان غريب هز فؤادي. أنت الشيخ الوقور تقول هذا. ربما كنت أطمع مثل غيري في شباب دائم. أتعني صاحبنا الهوما؟ اسكت اسكت، إنه يشير للجوقة بالكف عن العزف، ربما يريد قول شيء هام. أريد الآن سماع قليل من الشعر المغربي أو الأندلسي، فقد اشتقت إلى ذلك الشياق. حان دورك يا حفاظ أشعار لا يبارى، هيا. أنت، أهلا بك، أهلا بك، أسمعنا ما عندك. أغار على الصب من أنبه، هو الحب من يطفه ألهبه، نأى القلب عني وشوقي معي، فلله أمري ما أعجبه، يحن فؤادي إلى قاتلي كذاك الهوى عند من جربه، ترق شمائل من ذاقه وتلطف شمأل من هذبه، يجود لمسخطه بالرضا ويطلب راحة من أتعبه، إذا شف قلبي غرام الهوى دعا بالنعيم لمن عذبه. الله الله الله، أحسنت أحسنت. هذه لحمام، إنه نفس الصوت الذي سمعته في منامي، رب ورقاء هتوف بالضحى ذات شدو صدحت في فنني، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، فإذا تبدأني أسعدها وإذا أبدأها تسعدني، ولقد تبكي ما أفهمها ولقد أبكي فما تفهمني، غير أني بالشجاء أعرفها وهي أيضا بالشجاء تعرفني. بورك فيك يا مولانا ولا فض فوك. أيها الأديب الأريب، أين صهرنا والد شامة؟ إنه معنا، حاضر هناك. استأذنوه في تغيير اسم ابنته من شامة إلى ورقاء.
أشار بالموافقة يا مولانا. وقد أذن حفظنا الله فيه. خذوا مني دنانير من سكة سيدنا، وادفعوا منها قيمة شراء كبش سمين يعلن به هذا الاسم الجديد لحرمنا. اذبحوه وادفعوا باقي الدنانير للنساك في زاوية المدينة، فقد قدرت أن أحدهم رأى الليلة الماضية أنه يطعم من الغيب تريدا بلحم ضأن. أمر مولانا القاضي. عزيزتي، ألا عجبك اسمك الجديد ورقاء؟ ورقاء تعني حمامة. أجل، أعجبني كثيرا ورقاء. سوف يكون بعون الله مفتاح خير وأمن وأمان. إن شاء الله ستسعد به وأسعد أنا أيضا. حفظك المولى يا مولاي. هاتوا الموسيقى والطرب. لا، لن يهدأ لي بال أو يرتاح لي قلب أو ضمير أو أعرف طريق السعادة وأنا بعيدة عنك يا أبي الحبيب. قلبي يحدثني من أن الأقدار ستجمع شملنا قريبا قريبا. سوف أدعو الله في صلواتي ألا يحرمني من رؤيتك ويجمع شملنا ثانية. يا بنت أعظم امرأة أحبها قلبي. خد يا والدي. ما هذا؟ أموال وبعض النقود الذهبية كنت أدخرها لمثل هذه الظروف. سوف تعينك وتساعدك على شراء قطعة أرض صغيرة. من يدري، قد نحتاجها يوما ما. أعطاني زوجك أموالا لا بأس بها، صداقك كاملا، وذلك يكفيني. أفق يا والدي، زوجي انتهى من صلاته، إنه يريد وداعك هو الآخر. أهلا أهلا ومرحبا. أعز الله مولانا القاضي. اسمع يا أبا الورقاء الغالي، لن تمر إلا بضعة أشهر وسأبعث من يحملك إلينا إلى فاس لتقضي بقية حياتك بالقرب من ابنتك، بعد أن أشتري لك بيتا وأرضا تعمل بها. أشتريها باسمك واسم ابنتك لتضمن مستقبلك. سوف أعلي مرتبتك يا رجل، فأنت صهري وأبو الغالية. دعني أقبل يدك الحانية يا مولاي، أبقاك الله لنا ذخرا وملاذا. أستغفر الله أستغفر الله، أنا الذي علي أن أشكرك وأقبل رأسك. ألم تهب لي أجمل ذرة أضعها الآن في القلب وعلى الجبين؟ شرف الله قدرك وتوج بالعز والسلطان أيامك وأطال لنا عمرك يا سيدي ومولاي. إنني لم أقم نحوكما إلا ببعض الواجب، والآن أستسمحكما، علي أن أخرج لأعطي لرجال الإشارة للاستعداد إلى الرحيل. أستودعك الله يا عبد الله. في حفظ الله ورعايته يا مولانا، رافقتكم السلامة. والدي، ما رأيك فيما اقترحه عليك زوجي؟ ليفعل الله ما يشاء. أتحب فعلا أن تعيش إلى جوارنا بفاس؟ هذه أرض الله وتلك أرض الله، وأنت كل ما أملك في هذه الدنيا، وسوف ألحق بك إلى آخرها إن اقتضى الحال ذلك. صحيح، هذا أفضل ما أسمع وما سمعت. قادر سبحانه على جمع الشتات والشمل بعد طول فرقة وغياب. سأشرف بنفسي على إعداد بيتك المقبل لتعيش حياتك كما أتمنى أنا أن تعيشها. فقد تعبت يا والدي كثيرا، وجاء الوقت لتنعم بالهدوء والراحة. وداعا يا بنية العزيزة، بل إلى اللقاء القريب بحول الله يا أروع أب في الوجود. اللعينة، نجحنا في إخراجها من هذا البيت، بل ومن المدينة بأسرها، ولكن وقع ما لم يكن في الحسبان. صحيح، ولكننا سنرتاح من وجودها النجس بيننا، وهذا هو المهم. ولكنها نالت أحسن من بغيتها، حققت مكسبا لن تحلم به من هي أكثر جمالا وأعلى شأنا.
تزوجت فعلا رجلا عظيم القيمة، ولكنه عجوز عاجز لا يملك ما يملكه شاب رائع وقوي مثل سيد دحمان. اخرسي أنت، إنك لا تفهمين شيئا. للسلطة والجاه والمركز الكبير سحر، وأي سحر، وبريق يخطف الأبصار، لا مجال للمقارنة. المقارنة؟ ماذا تعنين يا مولاتي؟ عندما اتفق والدي وهو زعيم قبيلة كبيرة يقام لها ويقعد مع والدي زوج القاضي بن الحفيد، وتضافرت كل الجهود وضل الاستعداد لحفلة عرسي مدة سنة كاملة. أذكر ذلك اليوم الرائع، فقد كان حديث الناس قاطبة، نصبت عشرات الخيام وذبحت مئات الأبقار والأكباش و... اسكتي، لا مجال للمقارنة. بين يوم وليلة أقيم عرس اللعينة بلا استعداد أو تخطيط، فجاء أروع وأبهى من عرسي، أخرس الإبهار ألسنة الحضور. طراء الزوج وكرمه جعل الناس عبيدا، لم تعد أعسر المطالب مستحيلة. أغتصها زوجها بالجواهر والذهب والياقوت، فصارت اللعينة تتراءى للضيوف عن بعد، وكأنها شعلة من نار متوهجة من شدة البريق واللمعان. اللعينة والكسوة، الكسوة التي ظهرت بها يا مولاتي، كلها مرصعة بالجواهر الكريمة ومزينة بقصب من ذهب. أرغم كبرى بنات ابن الحفيد على التنازل عنها للعروس، وكانت المسكينة تعدها لعرسها هي، وصرف عليها والدها المال الكثير لأمهر الصناع والسائغين. أعرف ذلك، ألم أقل لكما إن اللعينة كانت تستعين بالسحرة والمشعوذين، وأنها كانت تبحث عن العرافات في كل مكان لتحصن نفسها وتجعل كل الناس وخصوصا الرجال يعجبون بها ويتعلقون بأديالها، ومع ذلك سوف أنتقم منها شر انتقام. لن أبتلع الإهانة بهذه السهولة. على ما سمعت سترحل اليوم يا مولاتي. فعلا، لقد شرع رجال الجوراء في رفع الخيام وتهيئ الخيول. سأبعث من يتعقبها وسأجزي له العطاء. سوف أحيل نعيمها إلى جحيم وأقلب عاليها سافلها. سأذيقها حروب النساء من كل صنف ولون. سأعرف كيف أذلها، بل وألقي لحمها للكلاب الشاردة. كنتم في الاستماع إلى الحلقة السادسة من مسلسل جارات أبي موسى. شارك فيها محمد أحمد البصري، الهاشمي بن عمر، جمال بن شيبة، نجاة الخطيب، حسن مكيات، محمد طالب، سعاد الرتبي، فاطمة الزهراء أحرار، وإكرام البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقة الحسين الخرمودي وفاطمة لتيمي. ميكساج ومونتاج حميد زيان.